السلام عليكم. الشائعات والرأي العام ثنائية تمثل الخيط الفاصل بين الوعي والتضليل في اليمن. تلعب الشائعات دورا واضحا في تضليل الوعي الشعبي في ظل غياب مراكز متخصصة في تفكيكها وتحليلها، ناهيك عن مصادرة الإعلام الحر والمقاوم. لا تذهب موجة إلا ويأتي الانقلابيون بأخرى من التضليل يقوم بها إعلام الميليشيا والمخلوع بهدف الاستحواذ على الفئات الأكثر جهلا وتشتيت الرأي العام بقضايا ثانوية. وليس بمستغرب، فعلى مدار التاريخ السياسي الحديث انتهجت الأنظمة التي تقف حجر عثرة في طريق تغيير أسلوب الشائعات كوسيلة مؤقتة لمحاولة جعل الأغلبية الشعبية معصوبية العين وربما العقول، حتى تتحول الأوهام إلى واقع عبر إدارة الوعي الجمعي بالمخاوف والشائعات. مشاهدينا الكرام، الشائعات وصناعة الرأي العام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، فأهلا بكم ومساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. قبل أن نبدأ يعني هذه الحلقة التي ربما هي مهمة لأجل وعي الناس بالشائعات ومدى خطرها، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. وتفشي الكوليرا، الكوليرا من القنابل المدمرة. ألقى كذبته فصدقها من حوله في هذا الملتقى الذي خصصه لقبائل قادمة من وسط اليمن. استحضر صالح الإرهاب والكوليرا قافزا على المنطق أمام عقول حاضريه، بل وتمادى في تحريضهم ضد إخوتهم من أبناء المحافظة ذاتها البيضاء. وعلى مسافة قريبة من ذلك الخطاب تنطلق في وسائل الإعلام التفاعلي شائعة جديدة مفادها عودة ابن المخلوع لحكم البلاد. تضليل على الفئة الأكثر جهلاً عبر سلسلة من القنوات والإذاعات والوسائل الإعلامية والتفاعلية من قبل أتباع المخلوع لتهيئة الرأي العام لتقبل ما هو أسوأ على المواطن والوطن. ليست هذه المرة الأولى، فعادة ما يقع اليمني بين سندان الحجب والقمع لوسائل الإعلام الحرة وبين التضليل الإعلامي للانقلاب الذي تضيق معه ممكنات معرفة الحقيقة أمام المواطن المحاصر بالأكاذيب والشائعات. حينها فقط تتحول الأوهام إلى واقع والأكذوبة إلى حقيقة والإدارة بالمخاوف والشائعات إلى سياسة ناجحة تؤتي ثمارها لدى الانقلابيين بعد أن يتلقفها جوقة من التابعين للانقلاب والمعزولين عن العالم. يقول مراقبون إن إغراق الرأي العام بالقضايا الهامشية على حساب القضايا الكبرى من شأنه طمس الحقائق وتغييبها ومصادرة حق الناس في معرفتها، فيما يرى البعض أن تشكيل الرأي العام لم يعد بتلك السهولة، فالمجتمع اليوم أصبح يقرأ ويشارك في التعبير وترجمة مواقفه على منصات التواصل الاجتماعي والمدونات، ولم يعد متلقيا سلبيا لما يراد له. إلا أن واقع اليمنيين اليوم عقب الانقلاب ونهب الدولة بات مرهونا بدوافع الحرب ومسبباتها التي تدار من قبل أطراف الصراع وبواباتها الإعلامية. إذن دكتور عبد الباقي، لو بدأنا بقراءة إجمالية للشائعة وأهدافها السياسية. طبعا كما تعلمين، من أهم حاليا مدخلات إدارة الصراع هو ما يسمى ب تشكيل الرأي العام، ومن تشكيل الرأي العام تأتي الشائعات في إطار ما يسمى الصراع بين الجماعات. فالمسألة مع الإنقلابيين والمخلوع صالح منذ حتى ما قبل ثورة الربيع العربي وثورة فبراير اعتمد على الشائعات، لكن هنا ليس معنى الشائعات بمعنى أن عندما الشايعة كيف تأتي تشكيل الرأي العام، يأتي أولا ب إدراك الجمهور لمشكلة ما يسمى الإدراك، والعمل من خلال وسائل الإعلام واتصال وتواصل حتى الجمهور يدرك مسألة ما، ومن ثم نبدأ بالحوار وتعبئة الجماهير ووضع الحلول وكيفية المعالجة، ومن ثم الاصطفاف والموضعة والتحشيد وتحويل ذلك إلى برامج ووسائل ضغط إلى آخره. عندما يكون هنالك لابد أن يكون الطرف الأول يقوم بتشكيل الرأي، مثلا على سبيل المثال حول قضية مثلا من القضايا، منها ما حدث في اليمن من الزواج المبكر، منها ما هو مرتبط بالدستور، منها ما هو مرتبط بالخصوم.
فغالبا لما وسائل الإعلام تحاول أن تسلط الضوء على قضية ما، ما الذي يحدث؟ يحدث أن في اليمن حتى الآن الذي يستخدم هذه الوسيلة الحديثة، الوسيلة بتشتيت الجماهير وعدم إعطاء فرصة للفاعلين أو المعارضة أو حتى الثوار الشباب والنخب من تشكيل رأي عام مدرك لقضايا ما، منها مدرك لقضايا الانفصال، مدرك لقضايا عودة الشرعية، مدرك لقضايا مثلا ما يحدث الآن في تعز إلى آخره. يأتي هنا لابد أن يكون السلطة الشرعية لديها ما يسمى أيضا بمطبخ أو غرفة ما يسمى، شوفي ما يسمى غرفة حرب. حتى في أمريكا مثلا في الانتخابات كلينتون أبدعت في ما يسمى room of the war، يعني غرفة إدارة الحرب، بمعنى أن هنالك فريق من يتابع كل ما يحدث من فعاليات مرتبط بمجموعة من اللابتوب والكمبيوتر، موجودة شريحة من كل فئات المجتمع الأمريكي، وبالتالي يتم متابعة ما يحدث، وثم تأتي إلى هؤلاء الغرفة room of the war، غرفة الحرب، ويطلعون ثم يعطوا ردود الأفعال، وعلى ضوء هذه ردود الأفعال يتم تعديل سلوك الرئيس، تعديل سلوك الانتخابات. هذا على مستوى إدارة الانتخابات، على مستوى الصراع مع المنظومة السياسية، منظومة المؤسسات المجتمعية، انتهاك حقوق الإنسان، الموقف من المخلوع، الموقف من الحوثيين، الموقف من هذا. يأتي لابد أن يكون هناك فريق يقوم بالتحشيد وفريق عمل تحشيد موازي. ثم يأتي هنا ما يسمى، هناك علم العلاقات العامة. العلاقات العامة عندنا في اليمن مفهومة كأنها مرتبطة بمكتب على جنب، أي واحد ما يحبش يتوظف ولا ما فيش عنده شغل أو يحب يوظفه يطرحوه مكتب علاقة العامة. مكتب علاقة العامة الحالي اللي هو جزء من تشكيل الرأي العام، من أهم المكاتب أو الغرف التي تدير وتصنع الرأي العام. لذلك السلطة الشرعية حتى الآن ليس لديها فريق يقوم بتشكيل الرأي العام وتوحيد ما يسمى إدراك الشعبي لقضية ما، ولا حتى يعني إفشال الشائعة التي هو هنا تطلق، ليس يعني إفشال الشائعة أو يعني إفشال المدرك. لأنه أنا مثلا الآن عندي خطر الحوثيين، كيف لي أن أخلق رأي عام مدرك لهذا الخطر من خلال تحشيد الرأي العام، من خلال وسائل الاتصال المختلفة حتى في اليمن، المقيال، الصحافة، الراديو، التواصل المباشر، نخلق الصورة ثم يخلق نوع من التفاعل بين فريق الاتصال أو اللي يحرك الوسائل الاتصال والجمهور، ثم نأتي إذا إلى نوع من توحيد الإدراك، توحيد المقترحات والحلول، ثم الإحساس بهذا بتحشيد الجماهير والإحساس المشترك، ثم نتحرك بوسائل ضغط واحتشاد خلف السلطة، خلف مؤسسة مجتمع مدني إلى آخره. هنا الذي يستخدم هذه الإشاعات منذ فترة طويلة ومنذ عقودهم المخلوع صالح، ثم الانقلابيين بثنائيتهم. السلطة الشرعية حتى الآن لا يوجد لديها وزارة الإعلام، لا يوجد لديها مكتب إعلام، لا يوجد لديها يعني مؤسسة. هل مطلوب منها صناعة شائعات أيضا؟ ليس صناعة شائعات، مواجهة الشائعات، ثم صناعة رأي عام يتموضع ويحتشد حول قضايا وطنية. على سبيل المثال الآن مثلا في الكوليرا، نحن نعلم مثلا، هو تحدث عن الكوليرا، سأعطيك الفكرة. الكوليرا نحن تحدثنا في أكثر من لقاء أنه عمل ممنهج، يعني عمل ممنهج يسمى مدخل من مدخلات إدارة الصراع لدى الإنقلابيين وإيران بعدهما، بمعنى خلق أزمة إنسانية في اليمن. المجتمع الدولي يقوم بالضغط على الدول التحالف والمجتمع المحلي من كثر المعاناة، يحاول يقبل أي حل، والمجتمع الغربي لأنه يريد الحفاظ على صالح والحوثيين يشكل ضغط نفسي على ضغط يعني شديد على دول التحالف والسلطة، اذهبوا إلى مشاورات. طيب هنا يحمل المخلوع صالح المسؤولية إلى دول التحالف، هي التي فشت هذا المرض وهي التي أدخلت بالأسلحة مش عارف إيه. طيب عندما نأتي نقول من الذي قام بضرب المستشفيات والمصحات باليمن وقصف غرف العمليات وكل المنظومة الصحية؟ من الذي لم يدفع مرتبات لعمال النظافة؟ من قطع المرتبات؟ من يقطع وصول القوافل المحملة بالعلاج والتغذية؟ من يحاصر مدينة تعز؟ وبالتالي هنا الفريق الانقلابيين يقوم ببث إشاعة
لعدم قدرة السلطة على إيصال معلومة للجمهور أن نحن الذي يسبب بعدم وصول المساعدات هم الإنقلابيين، الذي دمر المنظومة الصحية هم الإنقلابيين، الذين يعني أوصلونا إلى هذا الحالة من التدهور المعيشي هم الإنقلابيين، وبوعي وإدراك وخطة. بالتالي يأتي الفريق الآخر اللي هو مفروض تكون السلطة الشرعية تقوم بالتحشيد، يأتي الفريق الآخر لديه خطة، فهنا أنت لا تستطيع أن تخلق ما يسمى كتلة جماهيرية متجانسة، لأنه يقسمها يقول لك مثلا يبدأ معك أنت خلقت رأي عام واحد ضد الإنقلابيين، يأتي يقول لهم فاسدين هؤلاء، هم يعني إعابة إنتاج العفاشين، هؤلاء فسدة، هم يعني هذا الأسلوب. نعم، دعنا نأخذ معنا يعني مشاركتنا في هذا الحوار الأستاذ ياسر الحسني، صحفي برئاسة الجمهورية من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام. أتمنى أن يتم رفع الصوت قليلا. إذن نعم سأرفع صوتي أستاذ ياسر. يعني تحدثت في كتابة لك عن نمطين من الشائعات، هل حدثتنا عنهما بشكل أوضح؟ أولا أنا أعتقد أن الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من صحفيين وناشطين ومهتمين بالوضع السياسي في البلد وقعوا في فخ من يروج هذه الشائعات التي تعود بالضرر على الشرعية وتخدم الأطراف الإنقلابية. نتحدث أن إشاعة أمس التي رددتها بعض وسائل الإعلام يعني حول مجلس أحمد علي عبد الله صالح كشفت لنا نوعين من الضحايا. النوع الأول من كان يهاجم المخلوع صالح يعني وهو في الحقيقة تابع له ويرتدي قناع الشرعية زورا، ظهر بالأمس بشكل مختلف يعني، وظهرت مشاعر مختلفة كشفته يعني صالح ونجله، وبدأوا يهاجموا فبراير، ويعني ظهرت ولاءات الحقيقية كانت مختبئة تحت قناع الشرعية للأسف شيء من البعض. والنوع الآخر أنساق وراء هذه الشائعة حتى وقع في فخها ويعني ونشرها على مستوى واسع وخدم الطرف الانقلابي، وهذا أمر سلبي. وأنا أعتقد أن هذه برضو سلبية من الإعلام الشرعية، كان ينبغي أن يتم يعني نشر معلومات منذ وقت مبكر لكي لا تتسنى المطابخ الانقلابية بخداع الرأي العام. ولكن أعتقد أن اليوم كان موقف مدير مكتب رئيس الجمهورية وكذلك التحالف العربي الذي نفى مصدر رفيع هذه الشائعات التي لا تخدم إلا الطرف الانقلابي. نعم، ماذا عن دلالة توقيت بعض الشائعات أستاذ ياسر؟ يعني ما الذي تخدمه من أهداف برأيك؟ أنا أعتقد بأن هناك كما يعني أكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي أن هناك أزمة داخل الأطراف الانقلابية، وأيضا لديهم أحلام وأوهام للعودة إلى السلطة، ويحاولوا أن يفبركوا هذه التسريبات التي تعكس يعني الأزمة التي يعيشوها. ولكن أنا أعتقد أن وعي اليوم المواطن اليمني والمتلقي بات أكبر من هذه الشائعات. علي عبد الله صالح جزء من الماضي، لا يمكن أن يقبل الشعب اليمني ولا الأحرار ممن يساندون من التحالف العربي والمجتمع الدولي بأن تعود هذه الأسرة الفاشلة التي لم تقدم نموذج إيجابي في إدارة الدولة خلال 33 عام، بل نحن الآن وصلنا إلى 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 الدول المنهارة بنتيجة هذه السياسات الخاطئة لعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح ونجله مطلوبين للمحاكم الدولية، مطلوبين للمحاكم اليمنية، عليهم جرائم جنائية في حق الشعب اليمني وفي حق الإنسانية، ولا أعتقد بأن هناك حر في اليمن أو خارج اليمن يقبل بهذه التسريبات الغير صحيحة. أنا أعتقد اليوم نحن بحاجة لرصف الصفوف والالتحام مع الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي لاستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ويعني الوقوف صفا واحدا بعيدا عن المهاترات التي تريد أن تدخلنا إياها هذه التسريبات المضللة. نعم، شكرا جزيلا لك ياسر الحسني صحفي برئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. دكتور عبد الباقي ودت التعليق، تفضل. أعتقد أن ما يعني ما صرح به ياسر هو خطاب سياسي أيضا يخدم الشائعة التي في الداخل، يخدم الشائعة. ليس نحن أمام علم، لا، ولسنا أمام خطاب. من أي ناحية يخدمها؟ تسريب معلومة أن عودة النجل المخلوع يأتي في إطار تعميم الإحباط على الجماهير المطلعة للتغيير،
هناك استراتيجية في المنطقة تقوم على التعميم، بمعنى إعادة منظومة النظام السابق الذي قامت الثورة الشبابية في بلدان الربيع العربي على تلك الأنظمة. عندما نقوم ب ركزي معي تمام، عندما نقوم بتدهور الأحوال المعيشية، رفع الكلفة المجتمعية والإنسانية للجماهير، وبالتالي يصبح الواقع صعب، تحدث هناك نوستولوجيا، بمعنى حنين. حنين لماذا؟ للماضي. يقول لك سلام الله على عفاش، بمعنى أن هذه النوستولوجيا، الحنين للماضي، خلق الحنين، تعميمه، كنا خير، كنا مرتاحين، كنا عايشين. هذا الأول يسمونه خلق النوستولوجيا، كيف نخلق النوستولوجيا، سلام الله على عفاش، كنا بخير. بعدين نأتي إلى إيش؟ الاستراتيجية الثانية، تعميم الإحباط، بمعنى كلش الجماهير التي خرجت من أجل مستقبل أفضل تحبط، أنه سيعاد السيسي بدل المرسي، سيعيد إسلام ابن القذافي إلى السلطة ثم المخلوع صالح. هذا الإحباط يفقد الجماهير القدرة. المعالجة لا تأتي بهذا الخطاب أن نحن قطعنا تحدثت من هنا قبل فترة وكنا نتحدث عن تموضع. أول المسألة لا تعالج بخطاب ولا ببيان، المسألة تعالج بوضع استراتيجية، لا استراتيجية إدارة علاقات عامة لتحسين صورة السلطة. سندخل في هذا التفصيل بالحوار. نعم، لكن كيف ستحسن الصورة يعني بالاستراتيجية ليس بالعمل؟ سنعطيك لا هو الآن نحن نتحدث، سنحاول نبسطها بعيد عن النظريات. أول عنصر في إدارة الرأي العام تحديد هوية الصراع، بمعنى هل هو صراع، حتى الآن صراع بين، لم يقوم بتحديد الهوية. هناك مخطط لجعل الصراع سني شيعي شمال جنوب. أليس واضح بأنه انقلاب ضد شرعية؟ لا، علينا أن نثبت ونصفه هو صراع، وقلنا لابد من صراع حول نظام جمهوري وحدوي ضد انقلابيين ملكيين وعائلين. لو ثبتنا هوية الصراع خففنا من الكلفة ألا نذهب نحو حضرمي وتعزي وأبياني أو هذا أول عنصر في العلاقات العامة وإدارة الصراع، أن نحدد هوية الصراع. لأن هناك غرب يخطط كما هو الآن في بغداد. قبل يومين سمعت مقابلة لزوجة شيعية وزوجة سنية وزوجها وهو فنان معروف، فقال كنت أنا لا أعرف أن أنا يعني على أي مذهب، لكن الآن عندما قلنا نكتب بالتسعينات نكتب عقد الزواج على أي مذهب فإحنا حرنا يعني. فنحن لا نريد في اليمن فترة كنا نحن زيدية وشافعية ولم نكن، كنا نخجل عندما نسأل إذا كنت من أي مذهب. نتمنى لا يأتي السؤال أصلا يعني. أيوة هنا الآن قد صعد، نخشى أن يأتي بعد هذا، بعد إزالة الإنقلاب بإذن الله تعالى وبقوة إرادة الوطنيين، أن يأتي لدينا، أن يصبح لدينا سنة وشيعة. قلنا حددوا هوية الصراع أولا. الصراع ما هو؟ صراع بين النظام الجمهوري والديمقراطي والأنظمة الإمامية والعائلية. إذن حددنا هوية الصراع. اثنين، هناك استراتيجية في المنطقة تقودها دول عربية لعمل اثنين، خلق النوستولوجيا، سلام الله على عفاش، كنا بخير، نوستولوجيا الحنين، كنا بأفضل، ثم تعميم الإحباط. عندما نأتي إلى تسريب خبر نقل المخلوع صالح، لا نكنت إن لقد قطع معه الشعب اليمني، لا، نحن ينبغي أن عندما نحدد أننا نحن نسعى إلى تأسيس الجمهورية وإلى القضاء على النظام العائلي، وأن لا يجي الخطاب أنهم بهذه الطريقة. نحن نحتاج إلى استراتيجية إدارة رأي عام، وإذا كانوا هم ليس لديهم فريق، نحن طلبناهم أن يأتوا بفريق علاقات عامة يشكل في الرئاسة فريق ما يسمى إدارة العلاقات العامة. هذا كيف يقوم؟ هذا علم كبير وله خبراء. يأتي أولا بتحسين صورة السلطة الشرعية. ما هي كيف هي صورة السلطة الشرعية لدى الجماهير اليمنية؟ ضعيفة، مهتزة، تعيد إنتاج شخصية عفاش، هي غير قادرة على مش عارف إيش، هي يعني هذه. بعدين آتي أعدل الصورة أو أثبتها. لكن أول عمليات الصراع في الشائعات، أول العمليات تأتي بتحديد هوية الصراع. وأنا هنا أوجه رسالة إلى صانع القرار اليمني، أرجو أن تتنبهوا إلى تحديد سمة الصراع بين نظام جمهوري ديمقراطي تعددي وبين أنظمة
إمامية عائلية، اتفقنا؟ إذن هنا أبعدنا نحن المناطقية وأبعدنا المذهبية، يصبح المذهب حرية شخصية ومعتقد حرية شخصية حتى لا ندخله في التموضع والتمترس خلف ما يسمى الشيعة والسنة، خلف التمترس الوطني. إذن الشائعات هنا الانقلابيين يستخدموها بدراية عالية، ولذلك معنا جمهور يمني يفتقر إلى التلفزيون والكهرباء، لابد أن يعتمد على الإذاعة، يعتمد على التواصل المباشر في المقيل، يعتمد على التواصل المباشر في وسائل المواصلات. بالتالي هنا أنا أحدد وسائل الاتصال والتحشيد، لكن لا يمكن لنا أن ننجح إلا لأنه شوفي سأعطي فكرة. قبل أن تعطينا الفكرة اسمح لنا أيضا بمداخلة من الأستاذ أسعد الشمسي الباحث من صنعاء. مساء الخير أستاذ أسعد. مساء النور، أهلا بك أستاذ أسعد. لو بدأنا معك بتحليل مضمون الشائعات، كيف تقرأه أنت كونك باحث؟ بداية أريد أن أقول بأن لا يوجد استراتيجية حالية يمتلكها الحوثي وصالح في الاستمرار في البقاء واستمرار الانقلاب بجانب الفساد ونهب المال العام، سوى ممارسة التضليل الممنهج من أجل السيطرة على الرأي العام. وطبعا كلنا نعرف أن للمخلوع صالح عبر أدواته وأجهزته تاريخا طويلا في إدارة الشأن العام عن طريق سياسة التضليل ونشر الشائعات، والحوثيين هم أيضا يمارسون وينتهجون نفس هذه السياسة. وطبعا من يدير سياسة كهذا النوع ويتعامل مع الرأي العام بهذا الشكل هو الأحرص دائما على بقاء الجهل والأمية، لأن الجهل والأمية دائما هي بيئة خصبة لتثبيت الشائعات والأكاذيب، كما سيمارس أيضا العنف والإرهاب والتخويف تجاه كل وسائل الإعلام المهني والحر وتجاه الوعي المدني والحر. وطبعا ما حصل عندما قام الحوثيين وصالح بإغلاق كافة وسائل الإعلام المستقل أو المعارض وملاحقة الصحفيين واغتيالهم واعتقالهم، ما هو إلا تمهيدا لحملة شائعات كبيرة ستكون على المستوى على العديد من المستويات، منها المستوى العسكري، منها المستوى الاقتصادي، منها المستوى المالي، منها المستوى الفكري، ولكل مستوى حديث خاص من الأمثلة والشواهد. نعم، إذن يعني برأيك لماذا تتعمد الثورات المضادة وانقلاب إدارة المواطنين تحت سيطرتها بالمخاوف والشائعات؟ هذه هي أساسا هي حرب مزدوجة، هي حرب إعلامية وأيضا حرب نفسية، وأيضا نحن الشعوب العربية بسبب الأنظمة لم نتلقى المستوى المتوسط أو المستوى الأدنى من المعرفة والقدرة على التحليل، فبالتالي طريق الشائعات هو أسهل الطرق للسيطرة على الشعوب العربية والشعب اليمني بشكل خاص. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد أسعد الشمسي الباحث من صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف. إذن دكتور عبد الباقي أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور يعني لماذا يعني ربما أعيد نفس السؤال، لماذا تستخدم أو يستخدم الانقلاب الثورات المضادة أيضا في ظل الفضاء المفتوح والإعلام الفضائي والإنترنت، يستخدمون التخويف الشائعات هذا النمط الذي هو حرب الشائعات كان في استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية زمان لما كان ما فيش وسائل اتصال، لكن مع هذا العالم المفتوح والعالم الافتراضي والعالم المصنع أصبح تشكيل الرأي العام وتحشيد الرأي العام ولعبة العلاقة العامة من أهم الأدوات. تطلب هذا زمان كان تلعب بالإشاعة تشتت الرأي العام وتعمل إشاعات والفريق الآخر ليس لديه وسائل. الآن وفرت لك هذا العالم من الاتصال بالفيسبوك، من الذباب الإلكتروني، من المواقع اللي هي يعني التابعة لك ومتعددة المسميات، من وسائل الاتصال، أن يكون هناك
يعني مواجهة بين طرفين أو عدة أطراف للسيطرة على الرأي العام. وسأعطي هنا بعض الأمثلة. شوفي هو قال أن هناك لا توجد استراتيجية ولكن هناك سيطرة. يعني هو مستحيل تأتي السيطرة دون استراتيجية. قالوا قربنا نحن النظام الجمهوري، قربنا الأحزاب السياسية، قربنا، دعنا نقرب الحوثيين. طيب إحنا قربناهم 10 يقولون نيف، يعني من الحكم الإمامي. لا لا توجد. عندما يضع لك هذا فوق الدبابات، وسائل الاتصال في مقيل، دعنا نقربهم نحن، شو يعني هؤلاء يعني حكمهم سيأتوا بالعدل، هؤلاء سيأتوا، لا توجد. كانت استراتيجية ثم جاءت. بالتالي الآن نحن بحاجة، لا يمكن للسلطة الشرعية ولا يمكن لمؤسسة المجتمع المدني ولا يمكن أن نخلق رأي عام يدافع عن حقوق الإنسان أو يدافع عن الجمهورية إذا لم نستطيع أن نخلق نوع من الإدراك للقضايا. لذلك الغرب الآن علم يعني العلاقات العامة والرأي العام أحد الأدوات الرئيسية التابعة للبيت الأبيض، للحكومة، للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال كيف يتحكمون بالصورة؟ عندما كان يحاكم صدام حسين كانوا عندما يتحدث الشاهد يأتي هناك في الزاوية العلم العراقي، وكأن الذي الشاهد الذي يحاكم صدام حسين هو الوطن. عندما تم الطبيب وزعوا خبر والطبيب يعالج صدام حسين في الإسنان وكانت تعاد الصورة، هذا يعني أن المجتمع الغربي متحضر ويعالج خصومه. بالتالي أنا أشكل صورة. عندما نأتي بتشكيل صورة اليمن الآن في مع تشكيل الرأي العام ومع وسائل الاتصال، حتى الدولة لم تعد تسمى الجمهورية اليمنية سد مارب، ولا أصبحت براند السيت الدولة الماركة. نحن نصدر الرئيس الأمريكي هو مثل الشامبو مثل الصابون نحن نصنعه. الدولة لم تعد عبارة عن أبراج وعبارة عن تاريخ. عندما نتحدث عن اليمن لا نقول سد مارب ونقول شباب، نقول ما الآن صورة اليمن إرهاب، لأن هناك من صنع صورتك بوسائل الاتصال وخلق منك. هل توجد استراتيجية تقول أننا نحن لسنا إرهابيين؟ لا توجد صورة. هم يصنعون لنا الصورة من خلال تلك العمليات الإرهابية والتي كانت تقتل الرجال الإنسان، الأجانب، الاختطاف، أي واحد أسمر من الشرق الأوسط إرهابي. عندما كانوا يفتعلون بعض العمليات في الطائرة وتنزل الطائرة لأنه هناك رجل أسمر، حتى أصبح عندما تقول إرهابي يقابله تماما الرجل الشرق الأوسط المسلم. وحتى في الأفلام قبل يومين أتابع يقولون هو يعني أن هذا الشخص مجرم وقاتل ولكن ثم تحول إلى الإسلام. أين نحن من هذه الاستراتيجية على مستوى الوطن العربي؟ السلطة الشرعية أين، كيف يمكن لها أن تحشد الجماهير؟ والآن في خطاب في مناطق الجنوب يقول أنها عاجزة عن تقديم الخدمات، أنها عاجزة عن توفير الأمن. طيب هل هي استطاعت أن تحشد وتقول أن سبب العجز يعني هو مصدره هنا؟ أننا غير قادرون على القيام بمهامنا للأسباب التالية؟ لا يمكن لك أن توجد حشد جماهيري موحد، لأن الطرف الآخر يعمل بهذه الاستراتيجية. كلما شكلت رأي عام يقسمه لك، لأن هناك نسبة أمية مرتفعة، هناك لديهم وسائل اتصال. أنت الآن لا تعمل. الشائعة هي نوع من يسمى تشظي الجماهير التي أنت التي بدأت تدرك أو تتلمس قضية ما. وبالتالي ستلاحظين في اليمن عندما مؤسسة المجتمع اليمني مثلا على سبيل المثال قادت عملية الزواج الصغيرة، كان هناك رفضاً لأنها لم تستطع أن تخلق رأي عام مؤيد، لأن الفريق الآخر استطاع أن يحشد ويكسر تلك الفكرة. الآن الفريق الآخر العملاء أصبح نحن نصب بالعملاء. هل وجدت استراتيجية لتخفيف هذا التوصيف؟ السلطة الشرعية يقولون جماعات الرياض، هم يستخدمون عندما يقولون ليس هناك استراتيجية يستخدمون الجماعات الرياض وجماعات الداخل، هذا نوع من التلاعب بالمفردات. هل هناك مفردات بديلة للسلطة الشرعية عندما يقول جماعات الرياض؟ يعني أنهم جماعات متنازعة وليس وتجنب لتوصيف شرعية وانقلاب، تجنب لجمهوريون مدافعين عن الديمقراطية وحدة وانقلابيين. لماذا هذا الهروب من التوصيف؟ لماذا حتى المجتمع الدولي عندما يتحدث، وقلنا للسلطة الشرعية من هنا من الاستوديو وقلنا لا تقبل السلطة الشرعية بتوصيف الأطراف المتنازعة، الآن أصبح السلطة الشرعية طرفا من أطراف النزاع. أنت الذي ساهمت في ذلك وعممت هذا الخطاب. وعندما يتحدثون الانقلابيين يقولون الفار، هل هنالك
توصيف للمخلوع صالح وتوصيف للحوثي، لا يوجد. إذا عن ماذا، كيف يديرون المعركة؟ هل المعركة هي عمليات عسكرية متقطعة على حدود صنعاء أو عودة إلى عدن ومن ثم تحويل عدن إلى مدينة طاردة للسلطة الشرعية، طاردة لأبناء المناطق، مدينة غير قادرة على إدارة الحياة اليومية، مدينة الآن هنالك الآن خطة لتشكيل رأي عام أن هذه الحكومة عاجزة عن توفير الحياة، عاجزة عن الحماية، عاجزة عن العودة الكهرباء بفعل فاعل. لماذا؟ حتى نعطي مبررات لوجود المجلس الانتقالي الذي سيأتي منقذا وسيتم ضخ كثير من المساعدات وتحول في الحياة اليومية. لأن الهدف عندما قام الرئيس عبد الرب منصور هادي بتغيير المحافظة الجديد لم يستطع العودة إلى مكتبه، وكان الخطة أيضا خطة لكن دون دعم حقيقي، كما الخطة أنه يحدث تحول في حياة الناس اليومية مقابل عيد الروس الزويدي. بالتالي هذا الآن السلطة الشرعية هي الآن عرقلة المحافظ، حاصرته من كل زاوية، غير قادر على صناعة القرار، ومن ثم أنا أقوم بتعميم الرأي العام، هذه سلطة عاجزة. طيب هناك عنصر آخر، هذه سلطة عاجزة في عدن، أيضا عاجزة في تعز، عاجزة عن استيعاب تعز، لماذا لا تحررها؟ طيب هي عاجزة عن تعز، لماذا؟ هذه أسئلة، هذه أسئلة تشتت الرأي العام. الآن أنا أريد أن أقوم بتحشيد جماهيري للجماهير اليمنية في تعز وبقية المناطق، كيف لي أن أقنع المواطن اليمني أن هذه السلطة غير قادرة على خلق إدراك لدى حشد واسع من الجماهير اليمنية تستطيع أن تطلب من الخروج للمظاهرات، رفع قضايا، الوقوف معها، التموضع معها في تعييناتها، حتى على مستوى ليس تشكيل الرأي العام، في تعييناتها تعطي فرصة للإنقلابيين للقول إنه إعادة تدوير، وأنها لا تختلف عن حكومة المخلوع صالح والإنقلابيين، هم كلهم فسدة. بالتالي هي تساعد يعني، لماذا؟ لأنها ليس لديها خطة لتقديم النموذج، ليس لديها فريق يقوم بتشكيل رأي عام، بكشف، بمواجهة تلك الإشاعات، ليس بإشاعات، بعمل تعبوي وإدراك وكشف كل ذلك. نحن لا نحتاج شائعات، نحن نحتاج إلى ما يسمى اتصال، ليس اتصال إعلامي فقط كما هو الآن في البيان، نحن هذا البيانات بالقرون الغابرة، نحن بحاجة إلى تواصل مدرك يومي تكرار بالراديو، أيضا يكون لدينا فريق في وسائل الاتصال، يعني وسائل المقيال في أكثر من وسيلة، في وسائل الاتصال الخارجية، في هذا النوع. الآن صورة السلطة الشرعية في الخارج، من الذي يحسن الانقلابيين في الخارج ويلعب الدور؟ الأيادي الناعمة تحسن هذه الصورة كما ظلمة. يتحدث بعض الشخصيات الأمريكية أن الحوثيين هم نسبة عالية ومظلومين تاريخيا ومقصيين وظلموا، يتحدثون. إذن ما هي خطتك؟ بالتالي عندما نحن ندرك أن المخطط للمخلوع صالح هو عودة المنقذ. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ باسم الحكيم، المحلل السياسي من تعز. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور أختي، مرحبا بك وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ باسم. برأيك يعني هل أصبح الرأي العام اليمني محصن ضد الشائعات يعني، أم أنه لا يزال عرضة لها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه يعني قولها بكل صراحة أنه الرأي العام أصبح غير محصن من الشائعات التي تنفذها المطابخ التي يقف وراءها الانقلابيين، وبالتالي نحن نرى أن هناك تزايد للضغوط اليومية والحملات المنظمة والممنهجة التي تقوم بها مطابخ الانقلابيين من خلال التشكيك والتعطيل والإساءة والتشكيك في النوايا أو السخرية أو انعدام القدرة أو انعدام الرؤية للشرعية اليمنية، وبالتالي تتعاظم الحاجة أمام هذه الأعمال، الهجمات الإعلامية الضخمة الممنهجة والمبرمجة والممولة، تتعاظم الحاجة إلى عمل إعلامي منظم وفاعل للشرعية اليمنية من خلال كادر احترافي يعني يستطيع الرد على كل هذا الكم الهائل من الشائعات. للأسف الشديد رغم الإدراك المبكر للشرعية اليمنية بوجود هذه المطابخ التي تنشر هذه الشائعات، إلا أن الجهود المبذولة من قبل الشرعية اليمنية نقولها وبكل صراحة اتجاه هذه المطابخ يعني لم تكن كافية وكانت ضعيفة جدا، ولم تكن قادرة على إحباط هذه الشائعات ومواجهتها وإفشالها، ومن خلال خطة عمل إعلامية واضحة المعالم يتم من خلالها يعني الرد على كل هذه الشائعات وتفنيدها وتوضيحها للرأي العام والسيطرة عليها والرد عليها في الوقت
المناسب وفي الكلام وفي وفي والكلام المناسب وفي الخطه المناسبه. في اعتقادي انه نحتاج الى الشرعيه اليمنيه تحتاج فعلا الى كما قال الدكتور الى طاقم اعلامي محترف فعلا يكون مستوعب كل الصراع السياسي والاعلامي ولديه القدره فعلا على الرد على هذا الكم الهائل من الشائعات التي فعلا اصبحت تؤثر على الراي العام بشكل كبير جدا. يعني نحتاج الى 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 فريق يكون لديه القدره على رصد منتظم لكل هذه الحملات والافكار الموجهه ضد الشرعيه اليمنيه وتحديد من هي هذه الجهات التي تقف خلفها حتى يتم التعامل معها، وكذلك يعني لابد من يعني تنفيذ حملات يعني مضاده لهذه الشائعات تكون قادره على استيعاب هجمات تلك الحملات واحباطها بخطاب ذكي ومؤثر من دون الانجرار الى 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 الى, إلى صراعات جانبيه يعني تضر بالشرعيه. يعني الان نحتاج الى فعلا كما قال الدكتور اتفق معه الى فريق اعلامي محترف يستوعب كل هذه المتغيرات على الساحه الاعلاميه والسياسيه اليمنيه يستطيع الرد على هذا الكم الهائل من الدعايات والشائعات التي اصبحت تنشر يعني بشكل كبير جدا على الراي العام ويتلقفها المواطن البسيط ويتفاعل معها ويبني مواقفه بناء على هذه الشائعات. لذلك نعم. الضروره يعني برايك يعني مع وجود التكنولوجيا والفضاء المفتوح لوسائل التواصل هل أصبح من سهولة تضليل هذا الرأي العام أن الأمر يعني ينكشف بسهولة؟ في اعتقادي هو يعني في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت الشائعات تلعب دور كبير جدا لأن الكوميونيكيشن سكيلز أو التواصل كان ضعيف جدا وبالتالي كان يعني تؤثر الشائعات بشكل كبير جدا ويعني على اعتبار أن التواصل وسرعة نقل المعلومات كانت بطيئة جدا. الآن وفي ظل التكنولوجيا وفي ظل يعني سرعة تدفق المعلومات إلى وسائل التواصل الاجتماعي مسألة التعامل مع الشائعات يعني بالضرورة تغير عما كان عليه الحال سابقا، لكن هناك العديد من شرائح المجتمع التي لا تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع التلفاز ومع هذه الشريحه من الكبيره يعني من الناس تحتاج فعلا الى التواصل معها والى 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 اليه للتواصل معها ولتفنيد الشائعات التي قد تصل اليها، لانه بالاخير المواطن البسيط الذي الموجود في القريه او في الريف هذا لا يدخل الفيسبوك ولا التويتر ولا مواقع التواصل الاجتماعي وتصله الشائعه بشكل كبير جدا ويتعامل معها ويبني مواقفه واراه بناء على هذه الشائعات. هذا النوع من الشرائح المجتمعية. نعم، من خلال متابعتك أستاذ باسم، ما هي الأغراض السياسية التي تريدها مطابخ الشائعات؟ يعني على سبيل المثال لناخذ مثلا الشائعه التي تم تسريبها عوده احمد بن عبد الله صالح كرئيس الى اليمن او عودته الى المشهد السياسي اليمين الى المشهد السياسي اليمني، في اعتقادي انه هذه الشائعه هي يعني ساتحدث اولا عن صديتها او عدم صديتها. بالنسبه لموضوع عوده احمد علي عبد الله صالح، هذا موضوع مطروح لدى بعض الاطراف داخل التحالف العربي، ويعني الرئيس هادي في خطاب له مع الوجهاء والمشايخ قبل شهرين في الرياض، يعني عندما راى ان هناك اطراف اقليميه ونقولها بالصراحه الامارات يعني تسعى وراء استراتيجيه اعاده احمد كطرف فاعل في المشهد السياسي اليمني فيما يخص شمال اليمن، يعني الرئيس التقط هذه الاشارات وتكلم في خطابه لاول مره هاجم احمد علي عبد الله صالح بانه هو الممول للارهاب كخطوه او كتصريح استباقي لاي تسويق للرجل في المرحله القادمه. لكن توقيت الان نشر هذه الشائعه يعني الامر ليس بجديد، يعني بالفعل هناك اطراف فعلا تسعى وراء دفع عوده احمد علي عبد الله صالح الى المشهد اليمني، وتم الان ويعني وهو الان يعني يتم الترويج مثلا انه تحت الاقامه الجبريه في الامارات، هذا غير صحيح، هو هناك لتبييض جرائمه ولتبييض صفحته الى لحظه معينه سيتم الدفع به كقائد وكمنقذ في مناطق الشمال، يعني هكذا تنظر بعض الاطراف داخل التحالف العربي، لكن توقيت الان انزال الشائعه هي كانت بمثابه بالونه اختبار لقياس ردود افعال. نعم، وربما ردود الافعال هذه ظهرت واضحه استاذ يعني باسم، كان هناك رفض غير يعني متوقع يعني من او هو متوقع بمعنى اصح من الجماهير التي خرجت في 2011 رافضه لمبدا التوريث لا يمكن ان تقبل به من جديد. شكرا جزيلا لك باسم الحكيمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. دكتور عبد الباقي، اردت ان تعلق على احدى فقرات حديث الاستاذ باسم. هو طبعا لان الوقت ما زال معنا قصير يعني فنحاول ان نختزل يعني او نجمل الخلاصه.
نحن نعلم في اليمن أن هناك يعني الكل يعرف أن هناك مواقع كثيرة عبارة عن مواقع مقاولات للإنقلابي والمخلوع صالح، تعمل لخلق الإشاعات وتسريب المعلومات. السلطة الشرعية اعتمدت نفس الأسلوب، تمويل مواقع، تمويل الإعلام. نحن كنا بحاجة إلى الاستفادة من تجربة حزب الله في الحرب الأخيرة مع إسرائيل عندما اعتمد المصداقية، لأنه كان يدرك، لأننا سلطة شرعية لا نحتاج إلى تضليل الرأي العام. نحن ممكن نستخدم تضليل الرأي العام نوع من التسريب في إطار الصراع، لكن أين الحل؟ الحل هو باكتساب المصداقية. المصداقية بمعنى حزب الله لو كان دخل في معركة نحن نستفيد منه بعض التجارب، لأنه هناك استفاد من بيوت الخبرة، هناك نصيحة من بيوت خبرة. فبدأ بأول عملية قصف بنفس الخطاب لحسن نصر الله، وهو يتحدث أنه سنقصف الآن، وبدأ القصف، وأصبح هنا الجمهور الإسرائيلي يتابع الأخبار من المنار قبل الوسائل الإسرائيلية، وبالتالي على السلطة الشرعية أن تكون تكتسب المصداقية ولا تعتمد على تضليل الرأي العام مثلها مثل الإنقلابيين. عنصر الثاني، ورغم أنه متأخر، يعني هناك يستخدم الإنقلابيين وسائل التواصل، الفيسبوك، التويتر لآخره، يستخدموا وسائل المواصلات العامة، الدبابات لآخره، المقائل، المواقع الإلكترونية، وسائل الاتصال الاجتماعي. أنت يمكنك أن تقوم ب توحيد المصداقية وتحشيد الرأي العام حتى على مستوى المنشورات التي تلصق. إذن نحن بحاجة إلى عمل. اثنين، تجربة حزب الله مهم جدا أن يكون هناك مصداقية للسلطة. لابد الآن من العمل الاستراتيجي عن طريق ماذا؟ هناك الآن صورة قد تم، هو تحليل المضمون يخدم صناعة الرأي العام، يخدم العلاقات العامة، وهذا تحليل المضمون تم، يعني المنهج الوحيد الذي تم تأسيسه في CIA في المخابرات ثم انتقل إلى الجامعات. ما هي صورة السلطة الشرعية لدى الجماهير في الداخل شمالا وجنوبا، وما هي صورة السلطة الشرعية لدى المجتمع الغربي؟ ثم نقوم، وهذا سمو تحليل مضمون، نجمع الصورة، نحللها، مجموعة من الباحثين يستطيعوا يطرحوا الصورة. بعد أن نحدد هذه الصورة، ما هو كيف هو يعني كيف ينظر المجتمع الغربي والعربي إلى ما حدث في اليمن؟ هل هو كيف هذا الصراع؟ هل هو صراع؟ من هو المظلوم؟ ربما نكتشف إن أغلب الرأي العام الغربي نظراً للتضليل يعتقد أن الحوثيين والمخلوع صالح هم مدافعين إرهاب وهم مظلومين، وبالتالي السلطة الشرعية عليها أن تقوم بهذه الدراسة كوزارة أعلام وكصانعين قرار أو مكتب رئيس الجمهورية، ومن ثم يتم وضع يعني خطة لوضع الصورة المراد تسويقها للعالم داخلياً وخارجياً. الآن هناك حملة مدروسة تقول أن السلطة الشرعية وهي تساعد في ذلك، تساعد في ماذا؟ تساعد بالصمت، بعدم التعليق، بعدم وجود استراتيجية، أنها عاجزة عن تقديم الخدمات، عاجزة عن توفير الحياة اليومية للناس. ولا نهدي أي تعليق على ذلك، هدوء تام يعني، وكأن ما هذا الجنون. عليك أن تضع لنا تضع خطة قديمة تقدم نفسك أنت لست عاجزا، وهناك من يقوم بإعاقة العمل في الداخل، هناك مخطط لطرد السلطة الشرعية، هناك مدينة طاردة للسلطة الشرعية بمناطق جنوبية. ما هي صورتك لدى سكان مدينة صنعاء أو عدن أو تعز؟ صورة مشوهة. ما هي عندما يبدأ هو كل شيء يبدأ، لا توجد أي قرار في الخارج دون المرور في ما يسمى مكتب العلاقات العامة وصناعة الرأي العام. هذا مكتب مهم للغاية. في أيام المخلوع صالح كان هناك فريق يتبع وزير الإعلام اللوزي يقوم بتحليل مضمون الصحف ومن ثم التأثير. بالتالي هل حكومتنا الشرعية تدير معركة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب دون أن يكون هناك فريق ما يسمى تحليل المضمون وتحليل الصورة؟ وبالتالي مواجهة الإشاعة ليس بإشاعة، مواجهة الإشاعة بوجود فريق تحليل مضمون يقوم بوضع استراتيجية تواصلية لخلق إدراك جماهيري لقضية ما، ومن ثم نتموضع نحن. الآن السلطة الشرعية تفقد كل يوم جزء من جمهورها وتفقد الثقة، وهناك فريق آخر يعمل على تعميم الإحباط وعلى خلق نوستالوجيا. ما هي خطة السلطة الشرعية؟ نحن الآن هناك نوستالوجيا كنا بخير، هناك أيضا كلنا الآن شبه حتى النخب تقول هذه السلطة عاجزة، شخصيات مقربة من الرئيس ومن غيره نحن عاجزون، هذه عاجزة، لا أثق بالرئيس، لا أثق بالحكومة، نحن لا فرق بين الاثنين. أين الخطة هذه؟ نحن في معركة حاسمة، لا توجد لدينا خطة لنعيد نقدم الصورة، فقط نكتفي بالخطاب وبالبيان. ما من يقرأ البيان؟ نحن أمام 25 نقرأ البيان لقد قال مدير مكتب رئيس الجمهورية أو صرح بندغر. هذا نوع، نحن في معركة مصيرية
سريع، علينا ان نعمل وفقا للرؤى. نتمنى ان تصل رسائلك دكتور عبد الباقي. شكرا جزيلا لك استاذ دكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي، كنت ضيفنا في هذه الليله من المساء اليمني. اشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان التقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.